خلينا نستعرض مع بعض ابرز اخبارنا ونبتديها مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل امبارح بقصر الاتحاديه محمد المليفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وده كان بحضور سامح شكري وزير الخارجيه والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه. واكد سياده الرئيس دعم مصر لكل ما من شانه تحقيق المصلحه العليا لليبيا الشقيقه والحفاظ على وحده اراضيها. كمان سيادة الرئيس استقبل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، وتم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. وخلال اللقاء أكد سيادة الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي العربي المصري. ومبارح كمان سيادة الرئيس استقبل إيفا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد سيادته مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية، وكمان أكد الأولوية اللي بتوليها مصر لملف تغيير المناخ على الصعيدين الأفريقي والدولي، خصوصا من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ في نوفمبر الجاي. كمان امبارح كان في لقاء رابع في نشاط سيادة الرئيس، واللي استقبل وزير خارجية أنجولا، وأشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي وتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك عشان نحقق النمو والاستقرار في الدول الأفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكدا سيادته دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثليه. من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. كما استعرض السيد محمد المنيفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيد علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري والسيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري والسفير سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمنا التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن
الثاني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنغولا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السيدة أنا باولا وزيرة الشباب والرياضة الأنغولية والسفير نيلسون مانويل السفير الأنغولي بالقاهرة. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنغولا في مختلف في المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، كذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي والرئيس لورينزو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب السيد أنطونيو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس الأنغولي، والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة رسميا وشعبيا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع التأكيد على تطلع أنغولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة على صعيد الاتحاد الإفريقي. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية، خاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة. كما أعرب الرئيس الكونغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة السيد الرئيس للدفع بالأجندة الإفريقية في إطار قضية تغير المناخ، وذلك بهدف دعم الموقف الإفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الإفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الإفريقي ويسمح بتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ومراعاة شواغلها سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل خطوة محورية لحشد الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة أو من خلال العمل الدولي للحد من أسبابها ومواصلة جهود خفض الانبعاثات.
من جانبه نقل السيد الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيس تشيسيكيدي، مؤكدا سيادته مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل. كما أكد السيد الرئيس الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الإفريقي والدولي، خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ، والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد، الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما رأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، مشددا سيادته على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنسيق وحشد الدعم اللازم لدول القارة الإفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل على الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الإفريقية ولصالحها، وذلك لضمان خروج قمة شرم الشيخ بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آفاق دفع الجهود الإفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية، بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ. أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل إعداد وتأهيل المقاتلتين المنضمتين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني، وده في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقا لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة. وكمان التقى القائد العام للقوات المسلحة بمقاتلي الجيش الثالث الميداني والمنطقة المركزية العسكرية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، حيث شاهد بياناً عملياً لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتلو الجيش الثالث الميداني، والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، حيث نقل لهم تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بما يبذلوه من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن. كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتلي القوات المسلحة ستظل دائما هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الاتجاهات. كما أدار حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما استعرض خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وأدار حوارا مع مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية،
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة. دلوقتي هنتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان من ضمنها اجتماع مجلس المحافظين، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار العمل بالمنافذ اللي بتوفر السلع المخفضة لما بعد رمضان. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. كمان ترأس الدكتور مدبولي اجتماع مجلس المحافظين وبدأوا بتوجيه التهنئة لجموع المصريين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان، والمرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر اللي تم إقامتها لبيع تلك السلع، واللي من المقرر أن يمتد العمل بها لما بعد الشهر المبارك، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة. كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين. وخلال الاجتماع تم التأكيد على وجود تنسيق كامل بين كل الوزارات والجهات المعنية بعملية توريد الأقماح والمحافظين، وتم أيضاً التوافق على حوكمة جميع إجراءات عملية التوريد. كمان امبارح تم عقد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي وكل من محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر. تم الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي قدره 5 مليار دولار في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشركات بمصر بإجمالي مبلغ قدره 5 مليار دولار في الفترة القادمة. الحكومة نفت الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا بخصوص تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري. الحكومة قالت إن الكلام ده مش صحيح، ومفيش أي شركة شحن بتحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة بيه.